ومبدع من الفريقين لتزداد المتعة. يعود النشاط، أخضر البيضاء يدخل ب 26 نقطة، والهلال ب 16 نقطة في الترتيب الرابع، أخضر البيضاء في الترتيب الثاني. اليوم الهلال والأخضر هنا بملعب شيخ الشهداء، الساعة السادسة النصر على الفحامة مع الصحارة في بنغازي. تندى العمامي على العرضية، لا الوذرفي يحافظ عليه كورتا، كراوع كراوع الآن العرضية داخل منطقة الجزاء، فرصة التصويب يسوب كرة اصطدمت وعادت إلى الركنية. تمام في انطلاقة وخطيرة لمصلحة الهلال، قد يفعلها الهلال، التقدم داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف أول، هارون البيري ممتاز في الإبعاد، كاد أن يفعلها الهلال وعن طريق أسامة بالعيد. ركزت على أن الهلال يعتمد كليا أن هي هذه الإعادة على الهجوم المرتد، سريع الهلال، خطير الهلال، خضراوية من جديد، هذه هي الكرة الماضية، انفراد كان بالإمكان أفضل من مكان للهلال هوبا ولعب الكرة بالعرض، لكن صوب الكرة والعمامي على الوذرفي يرفع كورته داخل منطقة الجزاء، مرت كانت قريبة وقريبة جدا. جاك بيسان ينتظر السنجاب البنيني، مرت قريبة وقريبة جدا من الكرة وتعود من جديد عبد الرحمن العمامي، العمامي في الانطلاقة والكرة على الناحية اليمنى، مانجا في المراوغة في الانطلاقة، مانجا داخل منطقة الجزاء، لعب الكرة داخل منطقة الجزاء، الكرة تعود من جديد لآري بابل، الكوت في التصويب والكرة تكون ركلة مرمى، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، هارون البيري في الإبعاد في مرة أولى من الكوت، تعود مجددا لمصلحة الهلال، وهذه الكرة لمصلحة الأخضر. الشامخ يقطع باكايوكو، الشامخ يصحح الخطأ، الشامخ يلعب كرة على يامادو في مرة أولى ثانية، تعود الكرة من جديد، أمادو ميدوين يبحث عن انطلاقة باكايوكو لمصلحة الهلال للأمام، كريف المتابعة إلى الشامخ، الشامخ يبحث عن صهيب، صهيب إلى الوراء، لا في مرة أولى إسماعيل يفتك الكرة لمصلحة الهلال، شيكو للوراء خطيرة بعض الشيء لمصلحة فريق الهلال، لعب الكرة مدوي فرصة تصويب يصوب كرة خطيرة لمصلحة الهلال في مرة أولى، هارون البيري ممتاز في افتكاك الكرة، كرة خطيرة وخطيرة جدا، قلت بأن الهلال سريع وسريع جدا في الكرات المرتدة، والكرة في مرة أولى وفي مرة ثانية مدوي لعب الكرة عرضية في مرة أولى وفي مرة ثانية هارون البيري، رغم المتابعة لباكايوكو تلعب الكرة إلى كريم، كريم داخل منطقة الجزاء، حمادي في مرة أولى، تعود في مرة ثانية من إسماعيل الحاسي، تكون أقرب، صهيب يصوب الكرة بعيدة، أنس الورفلي، أنس يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة لمصلحة الفريق الأخضر، علي بابل يعود بالكرة من جديد، صهيب يحافظ عليه كورته ويبحث عن الإعمامي، الإعمامي من جديد إلى أنس الورفلي، الإبعاد من الضراب إلى الركنية. إسماعيل باكايوكو داخل منطقة الجزاء، فرصة لعب الكرة ومرت إلى الركنية. أخضر. هذه هي الكرة الماضية والمحاولة الماضية إلى الإعمامي، الإعمامي صهيب، صهيب الكوت، الكوت يفكر في التصويب يصوب إلى حمادي، الإبعاد من شلبي، إشكربة عبد الرحمن الشامخ. وفي هذه الأثناء متتبعين عشاق ليبيا الرياضية يعلن حكم اللقاء وقاضي المباراة عن انتهاء هذه المباراة بالتعادل بدون أهداف.